يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول لي أخت كانت تصلي ولكنها تركت الصلاة، فهل أصلها علما بأننا قد نصحناها ولكنها لم تستجب؟ إذا كانت تترك الصلاة متعمدة إنها تخرج من الدين ويجب هجرها ومقاطعتها، إذا كان هذا يردعها تهجر وتقاطع حتى تتوب إلى الله عز وجل. وإذا كانت تحتاج إلى نفقة تنفقون عليها نفقة القريب، تنفقون عليها نفقة القريب. ما إذا كانت لا تحتاج إلى نفقة فقاطعوها وابتعدوا عنه حتى تتوب إلى الله عز وجل. نعم.